اسف اننا مقبلين على تنظيم كاس العالم ونشوفوا بحال هذا الاعتداء اللي تعدوا على لاعبي الرجاء البيضاء. حشومه والله تعيب، دابا حنا اي فريق خسر في شي مقابله نشيروا عليه بالحجر. وهنا كتختلف الاراء، كاين اللي كيقول لك هذوك الجمهور ديال الرجاء وكاين اللي كيقول لك حاشا واش يكون الجمهور ديال الرجاء. اخوان حنا راه في بطوله برو يعني بروفيسيونيل، خاص كلشي يكون بروفيسيونيل، اللعابه تيرانات الجمهور باش الماتش يدوز بروفيسيونيل. وكنتمناو الشفاء العاجل للعابه اللي تصابوا ويرجعوا لنا للتيرانات، وكنتمناو بهذه الاعمال ما تتكررش باش البراني ما ياخذش علينا شي صوره خايبه. هي كامله اللي قدموها الدراري اللي كاين هنايا 3 سنين ما مخلص وبغاو يبقاو محافظين على الشعار ديال الفريق. اليوم جاو ماشي جماهير كامله ولكن فئه قليله من الجمهور اليوم اللي تهجمات علينا صراحه. هادو حشومه يكون عندهم يكونوا كيحملوا شعار ديال فريق الرجاء حشومه، لان اليوم لولا الطف الهي كانوا بزاف ديال اللعابه اليوم. انت كتشوف الدليل الوادي، انا ضربتني حجره حشومه هذه صاحبي، ضربتني كتفي، ضربت الدراري. Thank God for my reefer man. This shit good. I'm just... Every time I reefer man. والله خويا حشومه بالرب العلي العظيم هادشي دار الحقراد وتيشيرو لنا تيرجمونا حنايا شياطين اخويا والله الا بزاف بالله صاحبي. والله واحد الطريطوار جات فيا كدكا في راسي، جاب الله راسي قاصح اخويا ما كنسمعش الهضره وهي تفرتت، وكل خويت بها كل جات في النقاش مسكين وشتي قال الحقره هذه والله الا الحقره بالرب انا يبغى انا ما مزوجش اخويا كان بغى يلتمولي على خوتي اخويا والله الا حشومه. اش محمد وشتي هي بوست كتلعب مع الراجل؟ لا ما كنلعبش اخويا انا مع الرجاء، انا هو كيباع الطول في التيران فهمتيني. داك النهار حفيظه شير بكره جات فيا قلت لها حفيظه، قال لي اسمح لي يا خويا عشيري الحفيظه ديما رجاء. ما عادش غدير. نعم اخويا. وسير اخويا الكروسه للدراري باغيين يحصيو. لا سير الله يسر عليك. اسمح لنا اخويا. سير حلمه قدام المهم. اسمح لنا اخويا الله. المدير ديال الشركة سانترال خرج بواحد التصريح كيعتذر فيه لهذوك الناس اللي نعتهم بالخوانة. وهاد الاعتذار كاين اللي قبلو قال لك المسامح كريم، وكاين اللي رفضو وقال لك اعتذار غير مقبول. اسماعيل على الاقل راه دار واحد الخطوة حسنة واعتذر. لو جاس ودي رسالة لشي وحدين قالوا علينا مداوير، نتمنى تفهم هاد اللعيبة اللي دار. فهمتيها؟ راه الاعتراف بالذنب فضيلة. فهمت صدقا بان غلط وبالاخص انني جرحت الناس، جرحت عدد الناس، وبغيت نقول لاي واحد جرحته انا كنعتذر. عاوده انا كنعتذر. واحد القايد في واحد المدينه صوروه كيلعب كره في واحد القاعه مغطاه مع الاصدقاء ديالو. وعادي فيك المشكل، لا حتى انت مريض ومحسد علاش مو؟ وعادي قايد كيدير لي الوازيغ ديالو كيلعب كره سبور ما يديرش الرياضه قايد. هي اسماعيل ولاني هاد القاعه قال لك اسيدي راه مسدوده في وجه الشباب ومحلوله غير في وجه القايد. وراه عادي راه غيكون غير كيسيي القاعه شنو يلعبوا فيها الشباب، ولا طاحت عليهم شي باره ولا هبط عليهم السقف مسؤولين خصهم يسييو. دابا صافي اسمح لي يا اخي اسمع، قول لي كيطيستي القاعه. الله تيست ايه شكدير؟ كنتيستي البيرو، نتيستي حتى حنا نشريب علينا شي حاجه. الله تيست الله. حاليا هذا النهار هذا يعني كيكون عاده النهار ديال الروبو اللي ما كيخدموش فيه يعني القطاع ديال الشبيبه والرياضه، فاذا بنا كنتفاجئوا بالقاعه كيتريني فيها ولا كيلعب فيها حاليا مجموعه من الناس ديال الموظفين ديال المحكمه مع قائد الملحقه الاداريه الاولى. حنا درنا اتصال مع السلطات على اساس يلقاو لنا شي حل لهذه القاعه اللي ولات كتستغل غير السلطات. قولوا اقسم بالله العظيم. اقسم بالله العظيم. باش ناكل؟ باش ناكل. ما ندوق حتى ما نطيح. ما ندوق حتى ما نطيح. ما ندوق حتى ما نطيح. الرابور مسلم خرج بواحد التصريح قال لهم بالنسبه للناس ديال المقاطعه انا خليوني المهمات الصعبه. مسلم عورتيها، كون غير ما درتيش داك الفيديو كان يكون احسن لك.
جبتها لك الصداع، عرفتي لي كومونتير نيجاتيف خيط من السما. كاين اللي قال عليه سوبرمان، كاين اللي قال عليه سبايدرمان، ايرون مان، باتمان، الا القادوس. شنو الا القادوس؟ واش جاب على القادوس الهضره؟ واش هو راه بطل المهمات السابق؟ على شنو دار على القادوس؟ اعتق الرباط ومسلم خصو يعتق راسو. عورتيها. باش نوضحوا الامور بالنسبه للمقاطعه، المنطق، العقل، التوجه ديالي، المبادئ ديالي، الاغاني ديالي كيقولوا على انني طبعا مع المقاطعه. امبوسيبل فهمتيني؟ تفهمنا. انا ديال المهام الصعبه، انا خليوني شي حاجه اللي ما ماشي اجي وعملها. انا ديال شي حاجه ابعد واعمق من مقاطعه الماء والحليب، تفهمنا. هاي 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 ايرزوغان